السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وتنشكر الناس اللي مشاركين عندي واللي عاد شاركوا عندي والناس اللي خارج المغرب، ونتمنى ان شاء الله يلقاو هذا الفيديو ديالي في صحة جيدة وبطول العمر، ويعجبهم وصفاتي ويبارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم. راه وصفات طبيعيه وخاليه من اي مواد كيماويه، وتجي لكم ديما بابسط الاشياء اللي عندنا في الدار، وراه زوين بزاف وفعال. هو كريم ليلي، يمكن لكم تستعملوه بالليل تباتوا به، او تستعملوه حتى ساعتين في وجهكم وتغسلوه، وراه ليه فوائد كثيره للبشره ومفيد بزاف ومبيض. ونتمنى ان شاء الله تجربوه، راه فعال. وهاد المكونين الرز الابيض اللي تنستعملوه مع الحليب، والكوك جوز الهند باللغه العربيه، وراتم عارفين الفوائد ديال جوز الهند، غني بالزيوت وبالفيتامينات ومرطب للوجه، تحيد داك الجفاف اللي عندنا في البشره والخطوط والتجاعيد. والروز كذلك سوى لي فوائد كثيره، مضاد التجاعيد، تيسدنا المسام، مقشر، تيحرد لنا حب الشباب، وسوى تحيد لنا دوك التجاعيد الرقاق اللي عندنا في البشره ديالنا وفي الجبهه ديالنا. وبالاخص ملي تنخلطوا هاد المكونين وتعطونا على شكل كريم، راه ليهم فوائد كثيره بزاف، وتبيضونا الوجه ديالنا وغزال بزاف، وتتبان لكم النتيجه نهار الاول. ومن بعد ما طحنتهم ولاو ليا على هاد الشكل هذا، ولا ليا درتهم على شكل بودر الروز والكوك، طحنتهم. وتناخد ديما مقياس ديال معلقه كبيره ديال الكوك ومعلقه كبيره ديال الروز، تنعملوهم في واحد الكاسرونه، ونزيدو عليهم كاس ديال الماء بارد، ونحركوهم ونعملوهم فوق البوطه على نار هادئه، وان شاء الله نمشي نوريكم الطريقه. خواتاتي، كاس الماء القياس اللي قلت لكم ديال هاد اللي باش نوجدو هاد الكريم، ناخدو معلقه ديال الرز ديال الماء بارد، معلقه ديال الكوك، نحركو مزيان وعلى بوطه مهيله، نحركو مزيان باش ما يتعجش لنا هاد المكونين. راه زوين بزاف وفعال، وان شاء الله غيعجبكم. وتنبقاو هكا نحركو حتى تيتقال على بوطه مهيله، حتى تيتقال هاد المكونين، وتتاكل تيتقال تيولي على شكل كريمي، حتى نحيدوه من فوق البوطه. وليه فوائد كثيره ومتعدده، ان شاء الله غتعجبكم. وتبقاو ديما تستعملوه، غتحيدوا لكم اي كريم اصطناعي، وغتولفوا لوجهكم، وما تعطي فائده زوينه للوجه. اول استعمال تتبان النتيجه، وان شاء الله غنبداو نحركو بحال هكا على بوطه مهيله، نحركو مزيان حتى نحسو بيه اختار، وعاد من بعد نوريكم كي غيولي هاد الكريم. الكريم ديالنا ولانا على شكل هاد القوام، ولا كريمي، ريحتو زوينه، ريحه الكوك طالعه منه. ونتمنى ان شاء الله تجربوه، راه زوين وفعال. وعملوه في شي قرعه وخليوه في الثلاجه، تيبقى حتى 7 ايام، ومن بعد ان شاء الله بدلوه وغتولفوه، عطيوه حتى لبنيتاتكم. راه خالي من اي ماده كيماويه، شو المكونات ديالو سهله وبسيطه. وانا ديما تنجي لكم وصفات لاي اي اي وحده يمكن لها تستعملها في دارها، وان شاء الله مازال غنعطيكم وصفات طبيعيه. واحد وصفه ديال الزبيب زوينه توا يولي كريم ليلي ان شاء الله، وعرفي الفوائد ديال الزبيب البشره ديالنا. ومازال ان شاء الله نعطيكم وصفات كثيره ومتعدده وبسيطه، وديما تنجي لكم مكونات سهله. وان شاء الله نتمنى هاد لي فيديو ديالي تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ولأول مره غيشوف هاد الفيديو يعمل لايك ويشارك عندي، وان شاء الله نتمنى هاد الوصفات ديالي ما تقنطوش منهم وتجربوهم، راه زوينين بزاف وفعالين وغنيين بفيتامينات والمعادن البشره ديالنا، وتحاربوا شحال من مشاكل في البشره، حب الشباب، التجاعيد، بزاف ديال الفوائد ليهم. ومازال ان شاء الله غندير معكم واحد الفيديو مباشر، واللي عنده شي اسئله او اقتراح غنجاوبو عليهم. وجدوا الاسئله من دابا، وان شاء الله ملي غيقرب الميعاد ديال الفيديو المباشر غنعلمكم به. ونتمنى ان شاء الله الوصفات كلها تجربوها،
راه تتعطي واحد النتيجة هائلة. ونخليكم على خير، فيديو آخر إن شاء الله، وصفة طبيعية أخرى، وإلى اللقاء.